هلأ معنا زاوية الطاقة الإيجابية، والحديث سيكون عن سلة النفايات وإفراغها وما أحوجنا لإفراغها. للحديث أكثر عن الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي استشاري تطوير أداء ومدير مركز إشراقة للاستشارات والتدريب الدكتور طالب دكيدك. يسعد صباحك دكتور. صباح الورد، هلا. كيفك دكتور؟ هل يسعد صباحكم؟ تمام الحمد لله. يسعدك يا رب. أنت من يومين أثرت النقاش حول سلة النفايات. هلأ بداية ممكن نوضح للمستمعين والمتابعين إيش هي سلة النفايات؟ تمام، هي أي سلة نفايات موجودة في بيت أو في مكتب أو في مكان موجود عندي بغرفتي، بتكون موجودة سواء في الشغل أو في البيت. مرة ثانية لما بتتعدى الطبيعي انه احنا بنشيلها وبنصبيها، بنروح بنصبها في مكان اكبر في مكان اكبر، بنبدا ننقلها لحد بالعربي يعني بالمختصر بدنا نتخلص منها. واذا ما خلصنا منها وظلت موجوده، فحسب ايش موجود فيها ممكن انه تبدا تطلع ريحه، ممكن انه تتعبى كثير وبالاخر تصير توسخ حواليها. ولما حكينا عنها حولناها او عملنا مقاربه بينها وبين حياتنا، انه احنا بحياتنا بافكارنا بمشاعرنا كل واحد في عنده سلة مهملات أو سلة نفايات، وهي السلة بتتعبى بأفكار سلبية، بتتعبى بمشاعر سلبية، ومن فترة لفترة بسوى إنه إحنا كمان هون نفضي هاي السلة ونرميها، لأنه بالآخر إذا ضلت راح مجازا ومقاربة راح يصير معنا نفس اللي بيصير في سلة المهملات الحقيقية، راح تطلع ريحة، راح تصير إشي مكروه صحية موجود احنا عايشين فيها، وهاي بتبين بحياتنا بطرق متعددة. نعم. طب كيف احنا ممكن نفرغ هاي السلة؟ بداية اول خطوة انه ندرك وجودها، انه اعرف انه انا فعليا في مشاعر في افكار في عندنا سلة مهملات، والاصل انه الافكار اللي ما بتعجبني والمشاعر اللي ما بتعجبني اني انا احطها هناك، ومن فترة لفترة انه انا افرغ بيها. كيف بدي افرغ بيها؟ واحدة من الطرق انه انا استوعب فكره انه الامر مش مستاهل، انه في بعض المشاعر السلبيه اللي بتكون موجوده عندي سواء فكرت فيها او ما فكرت فيها ما راح اوصل لنتيجه لا سلبا ولا ايجابا، يعني راح اكون بدل المي وهي مي. هذا النمط من الافكار ومن المشاعر بس انه انا اتخلص منه وابطل افكر فيه اساسا، لانه بكل الاحوال مش عم بجيب لي فائده، على العكس عم بجيب لي ثمره مثلا، فببطل افكر فيه. كيف بدي ما افكر فيه؟ بلهي حالي بإشي تاني أو بشغل حالي بإشي تاني، بحاول قدر الإمكان إني أستمتع بالإشي اللي عم بعمله. كمان هاي واحدة من الشغلات اللي من الطرق اللي هي الاستمتاع باللحظة. بتعرفي إن هي بيكون في مرات ناس بنعرفهم مثلا رايحين على حفلة عيد ميلاد، الأصل ينبسطوا، بتلاقيهم انبسطوا 5 دقائق وبقية الجلسة مش من بدلهم، راحوا على عرس بنبسطوا 10 دقائق وبقية الجلسة مش من بدلهم، راحوا على رحلة بنبسطوا 10 دقائق وباقي الوقت مسموم بدنهم. وهون بيجي سؤال، طب ليه؟ لانه مخهم وتفكيرهم بيكون مش في الاشي اللي هم موجودين فيه هلا، بضل تفكيرهم بالاشي اللي برا، المشاكل الموجوده عندي، المشاغل اللي موجوده عندي. نعم. بس هون اسال حالي او اقول لحالي انه انا هلا بس اني موجود في حفله، في عرس، برحله، خليني بهذا الوقت استمتع باقصى درجه ممكن استمتع فيها، لانه بكل الاحوال شو ما اعمل هلا بعقلي ما راح اقدر اغير ولا سنتي بالاشياء اللي برا، هذا الواقع. نعم صحيح. ما دام مش راح اقدر اغير ولا شيء برا، ليه على الاقل ذهنيا اشغل حالي فيه هلا؟ نعم. يعني بنقسم انه سمت البلد جاي، فخليني هلا انسى باللي موجود، ولما تيجي لا يوم الله بعين او بكره ان شاء الله بنشوف شو بدنا نعمل مع ايا كانت المشكله اللي موجوده. نعم صحيح. حتى ممكن لما يكون الشخص بمكان معين أو بمناسبة ما وفعلا هو مبسوط ممكن يعكر مزاجه بتعليق من أحدهم، يعني بيسمح لهذا الشخص تعليقه إنه يعكر مزاجه، زي ما قلت حضرتك يعني تعبير سمة البدن، بعيش سمة البدن لنهاية الحدث وما بعد الحدث أيضا بضل يفكر في الموضوع. كمان صحيح، وهون كمان هذا نوع من الإدراك، إنه هل بيسوى الكلام اللي انحكى أخذه وأفكر فيه ولا أحوله على سلة المهملات؟ ممكن أحوله على سلة المهملات كطاقة سلبية، ما بنقصد لما بحول كلام الآخرين لسلة المهملات ما بنقصد فيها إهانة للآخرين، إحنا بنقصد فيها فصل الكلام اللي انحكى عن الطاقة السلبية المشبوكة معه، لأنه الكلام فيه بقلبه طاقة،
هلا اذا كانت الطاقه هاي بتسم بدني انا فبخش الطاقه بتخيل اني حطيتها في سله السائل او في سله النفايات وباخذ الكلام كمعلومات. هلا هذا الشيء قابل للتطبيق وخلال شهر لشهرين ممكن الناس يصيروا شاطرين كثير فيه، الا انه مهاره بدها شويه تدريب مش معلومه. يعني مش الفكره اني فهمت كفكره وحفظتها لاني هلا عم بسمعها على الاذاعه انه سهل لازم اخذ الطاقه واخذها بالزباله واخذ الفكره. الفكره جدا تطبيقها وتحويلها لامر واقع بياخذ حاجه من شهر لشهرين. نعم. اني اطور المهاره اللازمه ليصير عندي القدره على اني فعلا افصل الكلام عن الطاقه السلبيه المشبوكه معه. نعم، هذا تكلمنا ايضا عنه في اول حلقه من برنامجنا تنين يساوي حياه، انه بيسوى ندرب حالنا يوميا لمده شهر لثلاث اشهر، ثلاث لاربع دقائق يوميا، كيف نفكر بطريقه ايجابيه بالامور الحلوه والايجابيه اللي ممكن تحدث لنا وما نتوقع الأسوأ. صحيح. نعم، دكتور طالب كيدك استشاري تطوير اداء ومدير مركز اشراقه للاستشارات والتدريب، يسعد صباحك وشكرا جزيلا لك. يسعد صباحكم، شكرا لكم.